السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع أندرويد أريبيا. ناس كتير كانت سألتني قبل كده على الجروب أو على صفحات الفيسبوك، إزاي أقدر إن أنا أستخدم الإنترنت بره البيت لأكتر من جهاز، وخصوصا الناس اللي معاها أجهزة الواي فاي أو الناس اللي كانت يعني بتفكر كتير قوي قبل ما تشتري جهاز واي فاي ومفهوش شريحة اتصال بالإنترنت. ولما اشتريت النيكسس 9 بتاعي الواي فاي فيرجن، ناس كتير لمتني، طب انت ليه اشتريت واي فاي وليه ما استنيتش لما ينزل الاصدار اللي فيه شريحة الداتا؟ في مفهوم خاطئ كمان عندنا في مصر او في عالمنا العربي، ان انت لما لو اشتريت جهاز بيشتغل واي فاي وتيجي تبيعه هتلاقيك خسرت في سعره كتير قوي، نظرا لان هو لا يدعم الا الاتصال عن طريق شبكات الواي فاي، اللي هي باختصار كده لما بتيجي تتكلم مع الناس بشكل عام، يعني في العام بيقول لك لا انا هشتري جهاز وافضل قاعد في البيت متصل بالراوتر اللي موجود في البيت واي فاي فقط. طبعا ده مفهوم خاطئ، لان انتشرت اجهزة كتير تقدر انك تستخدم عن طريقها الانترنت في اي مكان وبكل سهولة، وفي نفس الوقت تحصل على اجهزة بتدعم الواي فاي فقط بسعر اقل بكتير من اللي بيتركب لها شريحة. اول جهاز كنا استعرضنا فتح الصندوق بتاعه قريب، اللي هو واي فاي مودم من فودافون R207 من انتاج شركة هواوي. ده بيحتوي على بطارية، طبعا حجمه صغير وبيحتوي على بطارية قابلة للإزالة، تقدر انها تشغلك لحد 5 ساعات. بعد كده بتحتاج مصدر للطاقة علشان تشحن البطارية وتشتغل بيها 5 ساعات اخرى، او تشتغل بيها اثناء ما هي بتتشحن. تاني حاجة واي فاي مودم، ده مودم عادي جدا بيتم تركيبه في اللابتوب او في مصدر للطاقة، وعن طريقه طبعا بتحط شريحة جواه، وده بطبيعة الحال بيكون راكب فيهم شريحة داتا، وعن طريقه تقدر ان انت تتصل ب توصل به 5 اجهزة او لحد 5 اجهزة عن طريق الواي فاي وتدخل على الانترنت. الحقيقة ده انا بستخدمه في العربية، زي ما بقول لكم ده بيحتاج لمصدر طاقة مستمر، فاما ان انت بتركبه في الفيشة بتاعته، هو بيكون جاي معاه فيشة، اما انك تركبه في الفيشة بتاعته لو انت في مكان فيه مصدر للطاقة، هتوصله بالكهرباء عن طريق الفيشة وتقدر ان انت تستخدمه زي ما بقول لكم واي فاي على مدى 10 متر، تقدر ان انت تدخل لحد 5 اجهزة، او انك توصله في اللابتوب او انك توصله في شاحن العربية، وتقدر ان انت نفس القصة برضو تستخدمه في العربية للأجهزة اللي موجودة معاك، سواء الموبايل أو التابلت أو غيرها من الأجهزة. لو أنت برا البيت ومش معاك عربية علشان تشحن بيها أو تركب فيها المودم، بطبيعة الحال سواء كان المودم ده أو الواي فاي راوتر، أنت محتاج يكون معاك باور بانك علشان تقدر أن أنت تقوم بشحن الأجهزة بتاعتك، سواء كان التليفون أو كان المودم أو كان الواي فاي راوتر. طبعا لو أنت برا البيت هتوصل، لو معاك جهاز زي الواي فاي مودم هتركبه في الباور بانك، وعلى حسب الطاقة بتاعة الباور بانك تقدر أن أنت تستخدم الواي فاي مودم لحد ما تنتهي الطاقة بتاعة الباور بانك نفسها. كل ما كان الباور بانك اعلى، كل ما انت هتستفيد وهتفضل متصل بالانترنت لفترة اطول بكتير. زي ما قلت لكم هنا البطارية الساعة بتاعتها 1500 ملي امبير، بتكفيك حوالي 5 ساعات، فما بالك بباور بانك زي ده مثلا الساعة بتاعته 16000 ملي امبير، ده 1500 ملي امبير بتقضيك 5 ساعات، ده 16000 ملي امبير، فمتخيل ممكن يقضيك قد ايه، وخصوصا ان المودم ما بيسحبش طاقة كتير. انا بفضله لان هو ما بيسحبش طاقة كتير لو تم توصيله بالباور بانك. نفس القصة بالنسبة للجهاز ده، لو البطارية بتاعته خلصت تقدر ان انت تشحنه عن طريق الباور بانك حوالي مثلا نقول كم مرة، حوالي 10 مرات مثلا. يعني لو انت معاك الباور بانك ده 16000 ملي امبير،
البطارية دي ساعتها 1500 ملي أمبير، تقريبا تشحنه من 8 ل 10 مرات بالبطارية دي وانت موجود في الخارج، يعني حوالي 50 ساعة استخدام للجهاز ده. طيب لو انا مش في امكانياتي ان انا اشتري لا المودم ولا الواي فاي راوتر، تقدر ان انت تستخدم اجهزة اندرويد علشان تعملها راوتر واي فاي. بكل بساطة علشان تقدر ان انت تشغل اي جهاز اندرويد ان هو يبقى واي فاي راوتر، هتدخل على الاعدادات وبعد كده هتروح على مور وبعد كده تيذرينج اند بورتابل هوت سبوت، وبعد كده الاول اول مره هتدخل على السيت اب واي فاي وتبدا تختار النتورك نيم الاسم بتاع الشبكه بتاعتك، وبعد كده تختار الباسورد بتاعه الشبكه، بعد كده بتضغط على سيف، خلاص انت عرفت النتورك والباسورد، وبعد كده بتختار بورتابل واي فاي هوت سبوت وبتعمل لها اكتيفيت. هتلاحظ الاشارة بتاعة الواي فاي ظهرت هنا، تقدر بقى بعد كده تستخدمها مع اي جهاز اخر يتم الاتصال بيه عن طريق الموبايل. نفس القصة بالنسبة للموبايل والاجهزة التانية، انت محتاج دايما لمصدر طاقة كبير علشان باتصالك بالانترنت وان التليفون يتعمل واي فاي راوتر، فانت محتاج لطاقة رهيبة، لان البطارية بتاعت الموبايل مثلا بطارية الموبايل ده 2300 ملي امبير على ما اتذكر، 2300 ملي امبير هتخلص بسرعة، لكن في وجود مصدر للطاقة مستمر وانت في مكان مفهوش كهرباء تقدر ان انت تستخدمه لفترة اطول بكتير. وفي نفس الوقت ميزة الباور بانك ان فيه مخرجين تقدر توصل الموبايل اللي انت بتستخدمه او التابلت بالباور بانك، وفي نفس الوقت توصل المودم او الجهاز الواي فاي او الموبايل التاني اللي انت بتستخدمه راوتر بمصدر الطاقة علشان تبقى في طاقة مستمرة وتستخدمها في اي مكان وانت مش متواجد في البيت. ده كان استعراض سريع واجابة للسؤال اللي الناس كتير سألتني عنه، ازاي اقدر ان انا استخدم الانترنت بره البيت وايه الاجهزة اللي انا ممكن عن طريقها ان انا استخدم الانترنت مع اجهزة الواي فاي بشكل عام او بشكل خاص والاجهزة المختلفة بشكل عام. بشكركم واتمنى الشرح يكون واضح، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.